السلام عليكم. رمضان كريم، عواشكم مباركة. الأخ ديالي، بغيت الرسالة ديالي اللي بغيت نوصل للناس اللي مسؤولين في عين عودة وفي المغرب كامل، ماشي في عين عودة، في المغرب كامل، بأن الناس ديال المطاعم والناس ديال المواد الغذائية والناس ديال التجار الصغار راهم مهمشين بزاف. وبالنسبه لي انا، الموضوع ديال اللي تاب انتباه ديال الراي العام في المغرب، راني تاسفت بزاف، لان كنشوف شي خروقات ما ماشي هما هذوك عاد بانوا في الجانب هذا. وبالنسبه للوضعيه ديالنا حنا كناس المهنيين، حنا الحمد لله وصافي، هذا هو اللي غنقولوا. ما الحاله الاجتماعيه ديالنا راه ولات مزريه بزاف. وبالنسبه العمال اللي خدامين معانا مساكن، راه مشردين، يعني ما بقى عندهم فاش خدامين. راه حنا دابا سادين، والناس اللي خدامين معانا راه ما بقى عندهم ما يدي، ولاو تيدورو تيعزو فينا، حيت انسان خدام عندك وعام هذا وانت كتعاني، اصلا ما كنخلصوهمش بشي ثمن اللي هو مزيان. يعني الانسان تتخلصو ب 350 درهم في السيمانه، دخلت عليك بالله يا الاخ، واش 350 درهم في السيمانه غادي تعيش اسره؟ راه ما بحالناش حنا باش نخلصوهم ب 5000 درهم ولا نخلصوهم ب 3000 درهم في الشهر، راه حتى حنا ما بحالناش. الانسان تيبيع خبزه بدرهم، تيبيع بصاره، تيبيع حريره، تيبيع بشحال باش يخلص هاد العامله اللي عنده؟ راه يعني كاين واحد الخرقات بزاف اخويا. وبالنسبه للمشكل ديالي اللي وقع ليا مع العون السلطه والناس ديال القوات المساعده، راه حتى كان غادي لواحد الاتجاه اللي هو مزيان، واذا بيت تنتفاجئ بانه تيقولوا انا تنكذب، وانا ما تنكذبش. انا سديت مع التمنيه، فعلا سديت مع التمنيه وباقي تنقولها، وعندي الكاميرات في المحل ديالي اللي هما تيثبتوا وتيوثقوا امتى سديت. يعني ماشي جيت من فراغ وتنقول انا سديت مع التمنيه، راه التمنيه هي التمنيه، انا سديت مع التمنية، واذا بيت نتفاجئ بالقوات المساعدة واقفين لي في الباب المحل، ومول عون سلطة ومعاه جوج اعوان سلطة اخرين من جهة من ملحقة اخرى ولا ما عرفت منين جايين معاه. المهم هاد الناس هادو بغاو يغرموني ب 300 درهم، انا قلت لهم ما غنخلصش 300 درهم، ما يمكنش لي نخلص واحد الحاجة اللي انا ما دايرهاش. الا كانوا الناس كيخلصوها سير الله يسهل عليهم، انا ما نخلصهاش، ما نخلصش واحد الحاجة انا ما دايرهاش. واذا بيت نتفاجئ مع هاد الناس، ولينا تبادل الكلام واللي تبادل السب، يعني هادشي هذا ماشي هي الطريقه باش غتعامل السلطه مع المواطن ومع التاجر في المغرب. والحاجه اخرى الثانيه، حنا كنعيشوا ظروف قاسحه، عندنا الكرا، عندنا الماء، عندنا الضوء، عندنا هادشي كله كنخلصوه في ظل كورونا. يعني كورونا كاينه، السدان كاين، وهادشي هذا ما فيهش السدان. علاش هاد الجانب هذا ما فيهش السدان؟ سدان في الخلاص، فهاد الخلاص اللي كنخلصو حنايا، فهاد الشيء اللي كنعطيو للدولة، حنا كنعطيوها، خصها هي تعطينا في واحد الوقت اللي حنا واقفين عليها، خصها تعطينا. يعني ما عرفت يعني الاتجاه ديالنا ما عرفت فين غادي. والحاجة الأخرى، أنا راني مازال مستمر، غنبقى ساد، ما غنحلش، حيت أنا ميمكنش لي نحل ساعة دالمكانة إلا ضربتيها كمعدل ديال ديال ساعة في النهار، 30 ساعة في الشهر، 30 ساعة في الشهر ما تخلص لي المصاريف ديالي، يعني ما يمكنش لي نحل. يعني والمسؤولين اللي كاينين في العمالة ديال تمارا، مش حتى شي تواصل معايا، لان يشوفوا غير شنو كاين، شنو واقع هذا النهار. هذا اليوم راه اليوم هو النهار الرابع، واش ما كاينش مسؤولين في البلاد؟ علامة استفهام. ما كاينش مسؤولين؟ السيد الباشا جا عندي، هذا السيد الباشا جا عندي، دار جهدو معايا، ما وصلناش النتيجة. واش ما كاينش مسؤولين ابعد من السيد الباشا في البلاد؟ وهاد الرساله تنوجهها لكاع الناس اللي هما في نفس المهنه ديالي، الكبار والصغار، ما اغلبيه الصغار، اما الكبار راه ما عارفهم شنو اش من اتجاه شادين. انا عارفهم اش من اتجاه شادين، الناس اللي كاينين في القطاع ديالنا، الناس الكبار عارفين هما حنا شنو من اتجاه شادين، الاتجاه اللي شادين حنا عارفينه، يعني ما مسوقينش لينا حنا، حنا اللي واكلين الشحط، حنا هما الكرايه. اما هما راه هما اصلا اصحاب الاملاك العقاريه، راه ما يمكنش ليهم اصلا ينوضوا يحتجوا، الا جاو يحتجوا حتى الضرائب ما تيخلصوهاش اللي حنا نايض علينا الدجا فيهم.
يعني كاين شويه ديال الاستفهام اخويا، وعازلين لنا بهذه القوات المساعده، زايدين لنا بهذه العوامل السلطه بزاف. وبالنسبه لهذا النداء هذا حنا راه تنصيفطوه لسيدنا، حيت هو اعلى سلطه في البلاد، وهو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال الرعايه ديالو في المغرب وخارج المغرب. وسيدنا الا كنتي كتسمعنا الله يجازيك بخير، راه حنا مضرورين، راه ما بقى لينا ما ناكلو، هيا الطبله هيا قدامك، راه صافي راه وصل فينا العظم، ها الطبله قدامك، راه هكا الدار، راه الفراش هو الاخر، راه ما نقدروش نبدلوه، راه هادي عامين هادي وحنا عايشين في الازمه، راه ما كنخلصوا لا طريطات، راه ما كنخلصوا لا ابناك، راه ولينا واقفين. الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، شوف من حالنا سيدنا، الله يرحمك الوالدين، الله يخلي لك ما عزيز عليك، الله يخلي لك وليداتك، الله يخلي لك الامير مولاي الحسن، الله يخلي لك الاسره العلويه. شوف من حالنا وشوف من الطبقه الفقيره، ما هاد الناس هادو اللي مسؤولين هنايا، اللي في قبه البرلمان، واللي في البلديه، واللي في البشويه، واللي في سميتو، راه حتى واحد ما كيشوف. كلشي اللي عنده كارت كيشي، راه اللي كان عنده كارت كيشي ديالو خدام في الدوله، راه ما تيشوفش من حال الضعيف، راه ان فوا تيدير كارت كيشي ديالو كيجبد المصاريف ديالو في الكارت كيشي، انت موت. احنا راه ما كاينش، راه ما عندناش، راه بديل ما عندناش. واش حنا غنخرجوا نحتاجوا في الشارع؟ حنا ضد الاحتجاج في الشارع، حنا بغينا نوصلوا صوتنا يوصل لسيدنا اعلى سلطه في البلاد، هي هو سيدنا. حنا ما كان ما بقينا ما بقاوش ناديو حتى شي واحد، ما بقاوش نخرجوا للشارع، نبقاو نتعاركوا مع هاد الناس هادو على القوات المساعده وعلى شي هذا، راه ما بقاوش نهبطوا نتعاركوا معاهم. الله يجازيك بخير، الله يرحمكم الوالدين، وكنشكر كاع جميع الصفحات الاعلاميه والناس الصحافه الحره النزيهه اللي كتوقف مع الضعيف والمستضعف في البلاد. الله يجازيكم بخير، شكرا بزاف، وكنشكر كاع جميع الاخوان اللي في عين عوده، التجار والناس اللي في تمارة والناس اللي في الصخيرات، اللي في الرباط، اللي في اكادير، اللي في تطوان، اللي في العيون، كاع الناس اللي تضامنوا معنا، حنا كنشكرهم وكنقول لهم الله يرحمكم الوالدين، وبقاو في هذا النضال. حنا الرساله ديالنا ما غتوصل الا بهذه المنابر الاعلاميه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.